بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع، كما نسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. في مستهل هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، بودنا نتحدث في حلقة هذا اليوم عن الدعاء، ونحن في شهر الخير، شهر البركات، لعلكم تتحدثون وتعريف الدعاء ما هو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة كما سماه دينا في قوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. الدعاء له مدار كبير، وهو أعظم أنواع العبادة. قال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى من دعا غير الله من الأموات والغائبين سماه كافرا، الكفر المخرج من الملة. فمن دعا الأموات ودعا أصحاب الأضرحة واستغاث بهم وطلب الحوائج منهم فإنه يكون مشركا كافرا والعياذ بالله، لأنه عبد غير الله، لأن الدعاء عبادة، فإذا دعاهم فقد عبدهم من دون الله عز وجل. والدعاء هو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى من أمور دينك ومن أمور دنياك، فتطلب من الله كل ما تحتاج إليه في دنياك وآخرتك، وفي دينك ودنياك، وفي جميع أمورك، والله يحب ذلك منك ويأمرك به، ويغضب عليك إذا لم تدعه. ولهذا جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. والدعاء في هذا الشهر له ميزة، لأن هذا شهر الخير وشهر البركة وشهر مضاعفة الأعمال وشهر قبول الدعاء. قد جاء في الحديث: للصائم دعوة لا ترد. فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء في هذا الشهر الكريم. ويشير إلى ذلك أن الله جل وعلا لما ذكر أحكام الصيام قال بعدها: وإذا قال في أثنائها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ففي ذكر هذه الآية الكريمة بين آيات الصيام دليل على مشروعية الدعاء في هذا الشهر، ومن الصائمين ومن القائمين في هذا الشهر الكريم، فإنه مظنة الإجابة، والعبد محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، فقير إليه لا يستغني عن دعائه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك شروط معينة أو محددة لأسباب إجابة الدعوة؟ نعم، هناك شروط لإجابة الدعوة. أولا، أن يدعو الله مخلصا له الدين بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل، ولا يشرك مع الله غيره. فالذي يدعو الله
ويدعو غيره، هذا دعاؤه مردود عليه وغير مقبول، لأنه مشرك، والله لا يقبل دعاء المشرك إلا في حالة الضرورة، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالمشرك لا تقبل له دعوة إلا في حالة الضرورة. وكذلك من شروط قبول الدعاء أن يدعو الله بقلب حاضر، فإن دعا بلسانه دون حضور قلبه فإنه لا يستجاب له، كما في الحديث: لا إن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن. كذلك من أسباب قبول الدعاء أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن يوقن بالإجابة، ولا يدعو الله وهو غير مخلص أو غير موقن بالإجابة، وإنما هو متردد هل يستجاب أو لا، بل يحسن الظن بالله ويوقن بالإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وكذلك من أسباب قبول الدعاء أن لا يستثني الإنسان فيه، فلا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: ليعزم المسألة ولا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. ولأنه إذا جاء بكلمة إن شاء الله في دعائه، هذا دليل على فتوره، أو يدل على أنه يرى أن الله سبحانه وتعالى قد يجيبه وهو لا يريد ذلك أو يكره ذلك. ولهذا قال: فإن الله لا مكره له. وكذلك من أعظم أسباب قبول الدعاء أكل الحلال وترك الحرام، فإن الذي يتغذى بالحرام أو يلبس الحرام لا يستجاب له دعاء. قد جاء في الحديث: في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ، ولعلنا نتوقف عند هذه النقطة لنستكمل ما تبقى من بعض النقاط حول الدعاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أيها الأخوة الكرام، نلتقي بكم إن شاء الله مع استكمال لهذه الحلقة في يوم غد إن شاء الله. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ضيف البرنامج، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. نلقاكم في حلقة الغد بإذن الله تعالى، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.